شيء مختلفين. النجم الساحلي يلعب الكرات القصيره وكذلك لديه امتلاك الكره والسيطره عليها اكثر الاوقات. وفريق اورلاندو بيراتس هذا هو المشكل، اي ان هذا الفريق قوي خارج ملعبه لانه يعتمد على الهجمات المحتده تماما والسرعات في الاطراف. ايوه، وهذه النقاط صعبه على فريق النجم الساحلي اذا كان هناك نيه للضغط عليه مبكرا. هي مو صعبه تكتيكيه بالضبط، كان الله في عون الكابتن فوزي البنزات في هذه الليله. بالضبط اخ احمد، انت ذكرت نقاط مهمه جدا، هذه تعتبر مثلث المفتاح في المباراه، حيث ان هذا الفريق لديه مهاجمين اقوياء، لديه لاعبين يحسنون للاعب الكره الاولى، كذلك يحسنون التمركز في الفراغات، وهذا ما قد يعطي لمباراه النهايه تشويق وجماليه. اي اننا اليوم فريق نجم الساحل كما نعرف ان هذا الفريق يحسن مع فوز المنظرتي الضغط العالي وكذلك السيطره على الفريق المنافس، مقابل الفريق يحسن المرتدات، وهذا ما سيعطي غموض وضبابيه على المباراه، اي لا احد يمكن ان يتنبا بنتيجه المباراه قبل انتهاء 90 دقيقه، خصوصا ان 1-1 لا تعتبر لا نتيجه فوز ولا تعادل ولا اي شيء، لانها نتيجه خادعه. خادعه. اذا